راديو نيل. ورجعنا تاني. بحب الإذاعة وبحب كل الأمهات اللي بيسمعونا النهاردة. أم يعني عندها خبرة، أم عندها سنين من العمر، أم عندها أولاد أحفاد، أم صغيرة، فنانة، مهندسة، طبيبة، شاعرة، موظفة في بنك، أيا كانت الأم أم. ولكن أنا اخترت كمان أم عجبني، مش بس عشان هي أم، هي أم أصيلة، هي فنانة جميلة، كل أدوارها يعني كل أدوارها فيها دروس كده حلوة مستفادة، بتبذل مجهود قوي في اسمها، بتبذل مجهود قوي في وجودها، بتبذل مجهود قوي في وجودها كفنانة وامرأة مصرية قديرة. يعني مفيش دور إلا لازم أنت تلاقي نفسك قاعد بتسقف فيه. هي كمان أم الأول مرة وأم صغيرة، ولكن كمان عندها أم عظيمة فنانة عندها تاريخ، فمش عارفة التوليفة دي قادرة تعملها إزاي. فقلنا أجمل حاجة إن إحنا نروح للفنانة الجميلة حنان مطاوع، ومن خلال فقرة أنا وأمي طبعا الفنانة العظيمة سهير المرشدي. خلينا نشوف حنان بتعمل كل الوصفة دي إزاي. مساء الفل عليك يا حنان. يا مساء القمر والجمال، وكل سنة وحضرتك طيبة وانتي طيبة وانتي طيبة، تستاهلي كل حاجة حلوة يا حنان. انتي بجد فخر كده الفنانات، يعني الواحد لما بيشوف اسمك بيبقى عارف ان العمل ده لازم يتفرج عليه، وانك هتعملي دور لازم هنشيد بيه وهيعجبنا. لا بتبذلي مجهود في كل حاجة يعني. كل سنة وانتي طيبة. أولا عيد الأم، وأعلنوا أن رمضان يوم الخميس، أنا عارفة تلاقي بطنك بتكركب عشان أنت بتشتغلي بالضبط فيعني ما فيش وقت يعني. فالأول كلمينا عن الأمومة، يعني أنتي بنت فنانة أصلا، والفنانة سهير المرشدي لم تنجب غير حنان مطاوع، فبرضو المشوار كان مشوار جميل. هي فنانة عظيمة، قدمت أدوار عظيمة وأم جميلة، وما زالت موجودة منورة حياتنا. العلاقة ازاي كانت طول الوقت ما بين يعني سهير المرشدي الفنانة والطفلة حنان؟ مبدئيا طبعا كل سنة حضرتك طيبة. طيبة وكل أم مصرية وعربية بخير يا رب. بس كمان النهاردة مش بس عيد الأم، ده عيد ميلاد ماما بجد يعني. أيوة. كل سنة وهي طيبة. كل سنة وهي طيبة وحضرتك طيبة وجميلة. لا ماما أهم صديقة ليا في الدنيا دي كلها، وأول صديقة وأول حب في حياتي، ودايما بقول لها كده، وهي دايما بتقول كده كمان، إن هي مش بس أمي، هي بنتي كمان طبعا. أنا بحس إن أنا مسؤولة عنها قوي، وبحس دايما إنه هي أهم اهتماماتي ومسؤولياتي. يعني أنا فرحتي مكتملة بقالها يعني دخل على ثالث سنة إنها عايشة معايا دلوقتي يعني. طبعا. فإحساسي إن إحنا رجعنا تاني في بيت واحد معايا، ده إحساس رائع على فكرة. الواحد بيحب الإحساس ده، تحسي كده الباب اتقفل والدنيا أمان، بقى حكتي معايا أنا عارفة الإحساس ده. أيوة يعني هي يعني إحنا في المفروض إن إحنا كنا زمان هي في المولدين، وأنا بقيت في أكتوبر، بعد كده بقينا في عمارة واحدة، بس هي عايزة تطلع فوق شقتها، فبقولها أنا أصلا مفيش شقة فوق، إحنا نقعد كلنا في نفس البيت يعني. فأبقى حاسة كده إنه نفسها معايا، بناكل سوا، أي حاجة بتحصل أبقى حاسة إن أي حاجة تبقى محتاجاها صبح ظهر ليل، أنا أو جوزي أو بنتي طول الوقت إحنا معاها في خدمتها تحت أمرها. طبعا. تبقي مطمنة عليها كمان يعني. بالظبط مطمنة عليها ومونساها، ما تحسش ابدا باي لحظه وحده في اي وقت في طبعًا اليوم طبعًا. يعني فحياتنا هيصت من لها دوشه في حياتها، بس ربنا يخليها لنا يا رب. طبعا يخليها لنا احنا كلنا حياتي. الحقيقه. طب قولي لي انت بقى كأم، ام لاول مره وام كمان فنانه، عندك شغل وعندك طفله صغيره جدا لسه في اول سنوات عمرها، يعني بتعملي ايه؟ لا هي راكله دماغي خالص، ده يعني بحس ان حياتي ابتدت معاها يعني طبعًا. يعني يوم ميلادها ده اكتشفت ان هو يوم ميلادي انا مش يوم ميلادها هي. ايوه صحيح. فالدنيا اكتملت وازدادت معنى وقيمه بوجود اماليا، يا رب يبارك في عمرها. انا بحب اسمها قوي، اماليا اسم كمان مميز ربنا يخلي حضرتك. فبقيت احس انه ابتديت بقى اكتشف نفسي من جديد وامومتي وتكبري معاها سن بسن كده.
ده انا حقيقي. عملت كده مع بنتي عشان انا برضو عندي بنت واحده زيك كده، اللي هو بنكبر سوا يعني، انا بتعلم الامومه وبربي وبكبر معاها يعني. صح 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 انا يا فعلا والله بعيد اكتشاف نفسي معاها حقيقي والله. طب وقت التصوير بتعملي ايه؟ بيبقى صعب عليكي؟ اولا ادوارك صعبه، انت ما بتعمليش ادوار بسيطه وسهله يعني، ادوارك كلها صعبه وعايزه تركيز وفيها يعني رساله، يعني مش سهله يعني، مش بتروحي كده بنك ولا مكتب ولا يعني، يعني تقدري ترفعي يعني، بتقعدي ساعات في التصوير. لا دي عذاب، دي اكتر ايام على قد ما انا بعمل حاجه بحبها وبحترمها وبتشبع حاجه جوايا، الا اني ببقى في صراع مرير. اصعب طبعا. وقت وانا نازله ولازم يخبونا من بعض برغم ان انا بحاول نبقى طبعا. اصدقاء واقول طبعا. لها حبيبتي انا رايحه الشغل زي ما انت بتروحي الحضانه، هي مش متقبله خالص يعني اي حد ينزل الا انا لازم انت تفضلي قاعده. ولان انا كمان يعني انا بشتغل 3 شهور في السنه، الباقي حقيقي ما بتحركش من جنبها، ما يعني ما ايوه فبتبقي معاها، فبتبقى بتقولك ايه اللي حصل، ايه اللي حصل، ايه البركان اللي جه ده. فلا بتبقى مأساة، وطول ما انا قاعده في التصوير لازم افضل افتح صورها واتفرج على الفيديوهات بتاعتها زي العشاء. ايوه طبعا. وتطمني اكلت شربت كويسه سالت عليا كل الحاجات دي. لا ده كل حاجه، حتى لبس الحضانه لازم ابقى مظبطاها كل يوم، اكلها شربها السناك بتاعتها، يعني مفيش حاجه، لازم ابقى متابعه خطوه بخطوه كل حاجه. أكيد أكيد، هي الأم يعني عايزة أقول أصل هي الأم يعني هي نفسها بتتعلم الأمومة بسنين العمر يعني، مش لما الطفل بيتولد بتبقى خلاص عارفة، لا هي كمان زي ما أنت قلتي بتكتشف نفسها طول الوقت. كلمينا عن رمضان بقى يا ماما، ماما حنين. رمضان أخباره إيه؟ ده شهر عظيم وكريم وفضيل، وعلى الشغل ولا حياتي الشغل بقى فيه. يعني عندي عملين يا رب يعجبوا الناس يا رب، دخلوا في بعض فدماغي خلاص دخلت فيها طبعا. الدورين عكس بعض خالص، مالهمش علاقه ببعض. وفي واحد مالوش علاقه بيا اللي هو وعود سخيه ده، يعني كاركتر ما لا يمت ليا بصله، بس مستمتعه جدا جدا بيه. ايوه. والعمل الثاني عمل نضالي وملحمي اسمه سر الباتع طبعا. وفخوره ان انا في العمل ده وفي العملين الحقيقه. بس عملين كبار قوي قوي، وسر الباتع كمان احساسي ان الواحد بيقدم فتره نضال من التاريخ المصري، دي حاجه يعني طبعا. هو تسواري هي قصة عبارة عن صفحتين للأديب الكبير يوسف إدريس، ولكن الحقيقة القصة يعني أنا سعيدة لأن دي بتعيد فكرة إن إحنا ناخد من الأدب ونرجع نقدم تاني أعمال درامية ونشوف صح. الوطنية الحقيقية بقى طالعة إزاي من الناس يعني. فأنا متأكدة إن ده دورك إيه في سر البيتع؟ بعمل شخصية صافية، دي شخصية محبة جدا جدا مصرية، فلاحة مصرية سنة 1790 أيام الحملة الفرنسية، دي بقى مع البطل اللي هو كان عايش هناك في الفلاحين. أيوة تمام. وهي هي أقرب يعني أعتقد أستاذ خالد يوسف عاملها أقرب لشخصية إيديس تمام. وهي ما بين الحب المفرط للحبيب والحب المفرط للوطن. أيوة. وحتى هي في نضالها وانضمت للمقاومة الشعبية ضد الحملة الفرنسية، بس هي بتناضل برومانسية شديدة، يعني هي دايبة في حب مصر ودايبة في حب الحبيب ودايبة في حب أبوها، شخصية مصرية ونضالية كبيرة. وهي دي الشخصية المصرية تصوري حنان، هي الشخصية المصرية، المرأة المصرية زي ما بتحب بيتها وبتخاف عليه بتحب بلدها كده برضو بنفس الطريقة. ده حقيقي. يعني ده بتخاف حقيقي. عشان كده بتلاقيها في أي حاجة هي موجودة، يعني أي شيء بتطلب منها تلاقي المرأة بأعداد غفيرة موجودة، يعني هي اللي بتبقى حاسة بالخطر بالقلق دايما. المرأة يعني تجاه وطنها أعتقد المرأة المصرية في نضال كتير محترم خاص بيها. ده حقيقي. لا المرأة المصرية دي مكافحة، مكافحة في وطنها في شغلها في كل حاجة بصراحة، هي
شخصية بطولية جدا وصفية الشخصية دي الحقيقة. أكيد. طيب أنت بقى ما بين الاتنين دول ده يعني طبعا أنت كده يعني يا دوب بتلحقي تشوفي أماليا وتشوفي الفنانة سهير المرشدي، يعني بتلحقي تشوفي البيت في النص يعني. والله أنا عارفة أنك في التصوير أصلا النهاردة دلوقتي. ده حقيقي ده آه. هو أنا ما اسمهاش كده والله مدام شافكي، اسمها أنت بتروحي إمتى؟ أنت بتروحي إمتى بالظبط؟ ما عشان كده قلت لك إن رمضان يوم الخميس عشان تبقي عارفة إن إيه اللي هو بدأ العداد، عارفة العداد بتاع رمضان ده يعني. لا بدأ لا العداد. نتيجة الامتحان برضه. نتيجة الامتحان أيوه الامتحان من يوم الخميس هيبدأ الامتحان اللي هو الورقة الأولى. تستلموا الورقة الأولى. لا أنت قدها وقدود يا حنان، عارفة أنت بتجتهدي إزاي والجواكي وثقافتك تربيتك الفنية، يعني لما سهير مرشدي وكرم مطاوع يقدموا فنانة يعني لازم تبقى حنان مطاوع يعني، فأكيد ده هيبقى موجود وهنبقى مستمتعين. قولي لنا بقى هدايا عيد الأم أخبارها إيه؟ أماليا عملت حاجة ولا باباها بقى هو اللي كان متصدر وراها؟ باباها طبعا، بس هي كمان في الحضانة عملوا حركات لطيفة جدا، معلمينها تقول أغنية يا روح يا روح قلبي، وعاملة لي كارت حتى في قلبي الحقيقة، ورسمة نفسها وهي بتدي لي وردة. طبعا الرسمة طبعًا. عظيمة ما تتشافش بس على قلبي زي التذكر طبعا وكتبها لي كده ايش اللي بديش ماما بحبك يا ماما. بتدرس الماني يا حبيبتي؟ ان شاء الله انا بدرس معاها، ودي بقى سخرية القدر. طبعا ما لازم بس على فكرة هي شطورة اكتر في العربي، وكل الاغاني العربي انا محفظها حاجات حتى من القديم. طب هايل. وكل التراث بتاعنا ايوه يعني هتنبهري لما تشوفيها بشويه، هتخليها تتكلم لغه عربيه. حبيبتي والله برافو عليكي، يعني انا فخوره والله برافو، لان ده مهم كمان جدا يعني. ده حقيقي. ده هايل. الحمد لله. يعني انا مش من الاطفال اللي هتلاقيها بتتكلم اجنبي ابدا لما تقعد معاكي. ابدا ابدا خالص. اللي أحسن. عند اللزوم بقى يعني. انا عملت كده مع بنتي يعني، ما بقى يعني في البيت لا بنتكلم عادي لغه البيت يعني لغتنا العربيه ما شاء الله عليك. طبعا ونبقى مدركين جدا للغه الانجليزيه او الفرنسيه، بس مش لازم يعني نبقى خواجات جوه بيوتنا العربيه يعني عايشين في مصر يعني. لا ده اكيد اهم حاجه طبعا يعني. طبعا حنان كلام معاكي جميل، وعلى نص رمضان بقى نتفرج كده ونهنيكي، انا متاكده يعني هستمتع. انا في انتظار حضرتك على فكرة. اكيد على انت عارفه انا بقعد اتفرج عليكي ازاي وما بقدرش امسك نفسي ولازم اهنيكي، وانا متاكده يعني وجودك يعني بيعني الجوده على طول يعني. فنانتنا بقى سهير المرشدي عيدتي عليها ازاي النهارده؟ النهارده مثلا استسمحتها طبعا من الساعه 12 طبعًا. بالليل امبارح وانا قاعده قبولات، وكل سنه وحضرتك طيبه وكده، بس استاذنتها انه يعني اجيب التورتايه والاحتفال اول يوم رمضان، لان أيوة هذا التوقف عندي. كل الناس عامله كده مش انت بس. انا اسفه كل الناس قالت لك خلاص عيد ام، احنا ثلاث خميس رمضان كله بقى اول يوم يعني. ولو عايزين طبعا العيله عندنا، لان انها بتبقى انها منوره حياتي، فبقى طبعا ملتقى الاسره عندنا اول أكيد. يوم. فمفيش احلى من كده، رمضان وعيد ام وعيد والعيد الميلاد كل سنه وهي طيبه وجميله وست الحبايب. ما تيجي نغني انا وانت مقطع كده نختم بيه اهداء لسهير المرشدي في عيد ميلادها؟ يلا يا روحي. يلا صوتي ضايع ومفخوخ. صوتك تحفه. يلا ربنا يخلي عدلك. يلا ست الحبايب يا حبيبه يا أغلى من روحي ودمي يا حنينة وكل كتيبة يا ربي خليك يا أمي يا ربي يخليك يا أمي ويخليك الجميلة الرائعة حنان مطاوع. كل سنة وانتي طيبة كأم، كل سنة وانتي دايما وفية لوالدتك الجميلة وفنانتنا الرائعة سهير المرشدي، واتمنى لك التوفيق في رمضان، وكل سنة وانتي طيبة. شكرا. وحضرتك طيبة وقمر، ربنا يخلي حضرتك يا حبيبتي وكل السادة المستمعين بخير. بالتوفيق بالتوفيق. يلا كل سنة وانتي طيبة.